اكمل، فقالوا لا خلاص امشي او شوف، قالوا لا 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 انت معاك فرصتك وخد قرارك على مهلك وبالراحه واخترنا بقرارك. طلع حساب عاشور تليفونه رن، يعني تصريح، ما انا بقول لك تصريح، خد تصريح، تصريح انا بقول لك ده اللي انه مثلا اللي تم تناوله اعلاميا. انا واحد من الناس قصدت اني اكلم حسام عاشور بعد القرار بساعتين ثلاثه. الوتيره اختلفت تماما عن التصريحات اللي كانت بعد اللجنه المباشره. ليه؟ الراجل بدا يهدى، بدا يفكر في الموضوع هيبقى عامل ازاي. وهنا بقول لك تتكلم في اللعيب زي تصريحه لما بيكون طالع من الملعب، طبعا هي لما بيخش اوضه اللبس بياخد الشاور ويلبس ويخرج وياخد ده النادي الاهلي، ده انا قائد النادي الاهلي، ده انا ليا تاريخ طويل في المكان ده. لا كل دي حاجات. طبعا انا مش بقول لك ان انا كان دار حديث مطول معاه، هو راجل بيقول لك في وقت ما كان بيقول ان للاعلام تصريحات، بدا يقول لك لا انا مش قادر اتكلم دلوقتي ومش قادر افكر دلوقتي، انا عايز اقفل على نفسي واخد قراري بقى. هو ده حسام عاشور. عشان كده انا خدت السلسله دي عشان اوصل للنقطه دي، للنقطه النهائيه، ان هو راجل عايز يقعد ويقفل على نفسه ويهدى ويشوف هيقول قراره ايه. النادي الاهلي متمسك تمام بقراره ومتمسك بان حسام عاشور لاعب لا يجوز انه ينهي حياته في النادي الاهلي بازمه ومشكله. عشان كده دايما بقول لك، دايما بقول لك النادي الاهلي يتدخل فيما يملك، اللي هو النادي الاهلي ما كانش بيعمل مباراه اعتزال لحد، تمام، ده قرار اداري هتدخل فيه، تدخل فيه اللي هو هديك دورات تدريبيه او اداريه علشان تفضل مستقبلك موجود معايا في النادي واكسب كادر من ولادي. طبعا الحاجه الثالثه العمل في قناه النادي الاهلي، تدخل فيما يملك النادي الاهلي، ما لا يملكه هو الضغط على المدير الفني. ده ملف حسام عاشور، نتمنى انه ياخد القرار اللي يريحه، اللي يصب في مصلحته هو الشخصيه، لانه لم يبخل على النادي الاهلي طول عمره بقى، وان شاء الله هو ياخد القرار المناسب بالنسبه له. طيب التجديد لوليد سليمان وموقف اكرامي وفتحي. التجديد لوليد سليمان خلاص، يعني هو الراجل دي خطوه مهمه جدا، هو كان من ضمن اولويات فايلر انه يكون موجود، هو عايز بعض عناصر الخبره تكون موجوده معاه، الخبره والمهاره. على فكره وليد سليمان لعيب حاسم، لعيب مهم، لعيب ليه بطولات مع النادي الاهلي وكان بيشيل الفريق لفترات طويله واوقات كتيره جدا، فكان مهم انه يكون موجود. هو نفس الكلام بينطبق على احمد فتحي، وفي كلام كتير بيتقال على احمد فتحي الفتره اللي فاتت، لكن معلوماتي انا بالتواصل برضو مع كذا مصدر ان الموضوع لم يعرض، يعني مفيش كده احمد فتحي قعد مع، مفيش نقاش تام، مفيش نقاش تام خالص. ومعلومات انا برضو ان زي ما الكلام بيتقال ان احمد فتحي وقع، احمد فتحي ما وقعش مع حد حتى اللحظه اللي بكلمك فيها دي. ده مش انا ما بتكلمش كلام من دماغي، ده كلام اكيد من مصادر، ما وقعش مع حد. اول خيار احمد من اللعيبه الذكيه، اول خيار عند احمد فتحي هو البقاء في النادي الاهلي اكيد. الناس بتتكلم في، بيقول لك في مراوغات، في هراوغك ليه وانا اصلا يعني الكلام طلع من النادي الاهلي. هل النادي الاهلي، النادي الاهلي هيشارك في مسرحيه؟ لا 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 مستحيل، يعني والمشكله ان الكلام بيطلع من بعض الاهلاويه، يعني بينساقوا ورا بعض الاعلاميين اللي معروف توجههم ويمشوا وراهم. الفكره كلها شرحها النادي الاهلي رسمي، فنتعامل مع النادي الاهلي رسمي، احنا اهلاويه هنتعامل مع النادي الاهلي، ملناش دعوه باي حد تاني عشان نحافظ على استقرار فريقنا اللي هو مطلوب انك مش عارف تحصله في الملعب، فلازم بتلعبني خارج الملعب بس كده. طالما مش عارف تلعبني في الملعب فبتطلع لي احمد فتحي يعني مش عايزين مزايدات على موقف احمد فتحي الفتره اللي جايه. احمد فتحي وبعدين الموضوع كله زي ما حسام عاشور فايلر قال لك انا مش عايزه، الموضوع كله عرض وطلب. الفكره كلها اكيد النادي الاهلي هيعرض عرضه، اكيد احمد فتحي هيود على اللي يعني حصل اتفاق، حصل ما حصلش، احنا بنتكلم في امور احترافيه كلها بس. يعني اما شريف اكرامي خد وقته بالنسبه له وهو عايز يخوض تجربه جديده، هو شايف ان هو صبر كتير وشايف ان هو وجوده في الملعب رغبه تحترم، واعلنها النادي الاهلي ان هو احترم رغبته وشكره على مجهوده وعلى تاريخه مع الفريق الفتره اللي فاتت.
مع الفريق الفتره اللي فاتت. طبعا. طيب الفتره الحاليه بيتم التعاون ما بين فايلر مع اللاعبين في فكره البقاء في البيت، التدريبات، الحفاظ على قدر الامكان اللياقه البدنيه، هل بيتم شفت في التصريحات بتاعته كده ان هو في ان هو طالبهم على الاقل بالحد المسموح اللي انت تقدر تعمله، وهو اكيد يعني احنا النجوم بيطالبوا ان الناس تقعد في بيوتهم، اكيد هيحاولوا ان هم يكونوا برضو في بيوتهم يعني افضل وقت او افضل طريقه ممكنه. تمام. ان هم يحاولوا يتدربوا ويحافظوا على علاقتهم. يعني انا قلت لك ممكن تعمل ده بنسبه 50% يعني. طيب في اخر خمس دقايق من الحلقه